المجد لي كتار هني يلي بيجوعوا لخبز الأرض، وكتار هني يلي بيعطشوا لمي هالدني، ولكن هن قلال يلي بيجوعوا لخبز الحياة جسد الرب يسوع، وقلال يلي بيعطشوا لحب الله. اخوتي الأحبة، يلي ما بيجوع وما بيعطش هو مريض عم بيموت يما ميت. ونفس الشيء بالحياة الروحية، الإنسان اللي ما بيجوع لخبز الحياة واللي ما بيعطش لحب الله هو إنسان ميت. بزمن الصوم نتذكر كلام الرب يسوع: لا تعملوا للقوت الفاني، بل اعملوا للقوت الباقي للحياة الأبدية. ونتذكر كلام الرب يسوع وقت اللي كان بالبرية صايم وجربوا شرير، قال له: إذا كنت ابن الله حول الحجر لخبز وكل. جاوب الرب يسوع بيقول الكتاب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. شو حلو يا رب نتأمل بسر الحب. وقت نحن كنا بعاد انت صرت قريب، وقت اللي احنا كنا غرقانين بعبودية الخطية خدت صورة العبد حتى تحررنا، وقت اللي احنا خسرنا البنوة بالخطية انت صرت ابن الانسان حتى نحن نصير ابن الله، وقت اللي احنا كنا مصرين على الخطية انت كنت مصر انك تخلصنا، وقت اللي احنا كنا عطشانين ملذات الارض ومش عم نعرف نكون عطشانين لألك، صرت انت عطشان لألنا على الصليب وعم تشحد منا الحب. كيف يا رب ما بدنا نجوع إلك؟ كيف ما بدنا نعطش إلك؟ منوعدك يا ربي بهالصوم المبارك نجوع لكلمتك، نعطش لحبك، تغفر خطايانا ولا مبالاتنا، تغفر كسلنا وتعطينا حبك أحلى زوادي.